إذا أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الجولة الرابعة والسؤال الرابع مع عمر من الحيالي ومع أسامة الموصلي. أهلا وسهلا بالموصلي وبالحيالي. مرحبا عمر، شلونك؟ أهلا وسهلا بك عمر. عسري اسمك و عمر نزار عبد الجبار، خريج هندسة اتصالات. نعم. حاليا موظف في الجامعة التكنولوجية قسم المشاريع. وهواياتك؟ هواياتي كتابة الشعر وعمل هندسة ديكور. ما شاء الله، هنريد بعدين من عندك ديكور حلو. أوكي تأمر. يا الله. وأسامة؟ أسامة خليل، عمل في المجال الخاص، القطاع الخاص. في القطاع الخاص؟ نعم. هوايتي السفر بس؟ اي. ما عندك لا رياضة ولا شعر؟ لا طبعا رياضة شيء أكيد. رياضة؟ أحب المنضدة. تحب المنضدة بس؟ سباحة ما عندك؟ بلي. تعرف تسبح؟ شلون؟ ماكو شلون، تعرف؟ اي اعرف. ايش قد نسبة اللي يعرفون السباحة في الموصل؟ بصراحة مو كلش عالية. مو هواية يسبحون. اي اكو. يعني هذا السؤال لأنه لربما مرتبط بالعبارة اللي غرقت. صح. وهذا اللي حد الآن المنظر آني يعني يرعبني حقيقة. صح. وأعتقد أنه لربما الموصل ما يسبحون كثير لأنه النهر يجري بسرعة. فيخافون أهلهم بالضبط. من أنه يدزون أولادهم إلى النهر بالضبط. أعتقد هالشيء. أهل بغداد لا يمكن مو كل السريع النهر. إذن خلوا نروح على السؤال الرابع. يقول سألنا 100 رجل عن هذا السؤال وكانت الإجابات أخذناها 8 احتمالات. هذا السؤال يقول أي نوع من البرامج التلفزيونية تشاهد أكثر؟ متأخر. سألنا 100 رجل، 100 رجل طبعا مو 100 امرأة، ها؟ قلنا لهم أي نوع من البرامج التلفزيونية تشاهد أكثر؟ ما هي البرامج؟ قل لي أسامة. الكوميدية. البرامج الكوميدية. خطأ. البرامج الرياضية. البرامج الرياضية. نعم موجودة. ممتاز. تفضل أخ أسامة وتفضل أخ عمر. وخلي نسأل الآن، خلي نسأل طاهر. طاهر أنت شو تقول؟ الحلقات المصرية. أي نوع من البرامج التلفزيونية تشاهد أكثر؟ نعم الحلقات على الام بي سي. حلقات شنو الحلقات؟ لا البرامج شنو هي؟ البرامج أفلام أجنبية. البرامج هذا أقول برامج الأخبار. ها؟ الأخبار. الأخبار صح. ركزوا، البرامج وليست الأفلام وليست المسلسلات، البرامج.